فينيسيون اللي غادي نشوفه ممتازة، مقاول أبدع في صنع عقار متكامل، عقار فينيسيون جديدة متولة، داك الشيء اللي كيبغي الإنسان فاش يشري يشوف فلوسه محطوطة قدامه في شي حاجة اللي كيرتاح فيها. عقار بمساحة 120 متر مربع، كاين غير في R+2، بما معناه دار فيها السفلي والبريميو والدوزيام فقط، بثمن ديال 580,000 درهم، وهذا الثمن قابل للنقاش وللتفاوض. شقاق بهذه الكلمة هذه فني، شقاق ممتازة، ما خلا محط من ديكورات جداد. ونزيدكم، هي بحال هذا العقار هذا قلما فاش كنلقاو بانك غادي تسكن غير بوحديتك، بوحديتك في الطابق تاني، عندك شي املاك اللي هما مشتركه مع الناس كدروج وسطح شي حاجه اللي هي عاديه، ولكن بالنسبه للطابق انت هو مالك الطابق، الطابق ديالك بوحديتك. واللي نزيدو هي كاينه واحد البساطه بهذه الكلمه، كاينه واحد البساطه في هذه لافينيسيون، ولكن هي صعيبه، صعيب التطبيق ديالها على ارض الواقع. باش تعطيك مثلا لوحه فنيه بحال هذه، شوف معايا التلفازه البلاصه ديال التلفزيون كي دايره اليوم من مدينه مكناس، معكم طارق كما جرات العاده من مدينه مكناس، كنقدم لكم هذا العرض ديال اليوم، عرض اللي هو متكامل الاوصاف. وتنتوما كان عندكم شي عقار اعزائي المشاهدين مثلا فيلما ارض فيلا ولا شقه، فانا رهن الخدمه ديالكم. اذا بقوا معي اعزائي المشاهدين كي نكتشف هذا العقار ونعرفوا كل حاجة فين جات البرد، الشقة الأولى الثانية ما إلى ذلك. إذن سيداتي سادتي، هذا هو المدخل ديال العقار، عندي هذا هو ليطاج، دايرين أول حاجة اللي زوينة هما دايرين دريجات اللي رقيقين، دايرينهم بالرخام، دايرينهم بالإينوكس، ودايرينهم بهذا التشوير هذا، واحد العلامات ديال التشوير بأن راه هناك دروج كيعطيك الإتجاه فين طالع، ماشي إضاءة، ما هما إلا للتشوير. نزيدكم بالنسبه للمدخل، حنا داخلين هذا هو الباب الرئيسي لهذا العقار، الباب الرئيسي ديال هذا العقار هو باب مقاوم للكسر. كنقول لكم اليوم كنتواجد بكم بمدينه مكناس، وبالضبط واحد من الاحياء الجديده بمدينه مكناس اللي كيعرف واحد النمو ديموغرافي، وكيعرف كذلك يشهد واحد الطفره في البناء وفي التشييد ديال البنايات الجديده من هذا النوع. كنتواجد بكم بالضبط بحي السلام، اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فما عليه الاتصال والتواصل معي. اذا باش نعرفوا في الصاله، دخلت من الباب اللي هو هذا كما قلت باب مقاومه للكسر، عندي هي هذه. فاش كندخلوا تلقاو عندنا اول حاجه المطبخ هنا، هذه الفصاله هذه، نرجعوا نهضروا على الفصاله. اما الشقه راه تتهضر على راسها، ما عندي ما نجرح فيها، ما عندي ما نقول شيء اللي هو ممتاز، شيء اللي هو رائع في الفينيسيون. بالنسبه للفصاله علاش غادي نهضر عليها، لان الاكثريه مثلا فاش كندخلوا كتكون مثلا هذا هو المدخل ديال العقار، فاش كنكون داخل ومدخل معايا التقضية، دابا تصوروا معايا الحال وكنبغي ندخل، ما كنبغيش ندوز قدام الصالون مثلا ولا السيجور ديالي وندخل لهذا القاع المطبخ، لا كنبغي نرجع مثلا هنا كندخل على اليد ديالي ديال اليسار تلقى المطبخ، تا ندخل التقضية ديالي ما شافني حتى شي واحد، جيب بوطا جيب اي حاجه. والمطبخ نرجعوا نهضروا دابا على المطبخ، المطبخ فيه البلاصه ديال الثلاجه من الحجم الكبير، عاطين كهدية في هذا العقار تريات، واخا دايرينهم في الصالونات، دايرينهم في السيجور، ودايرينهم في الدار كلها، وعاطين الله طلاك والفور. بالنسبة للمتجر ديال الماء هو هذا، من النوع اللي زوين، من النوع الفي. ونزيدكم هي كاين بالكون في هذا العقار، بالكون هو هذا، كاين بلاصة فين دير الشوفو، بلاصة فين دير الماكينة ديال الصابون ديال، كاينين دايرينهم برا، الحوايج اللي فيها مثلا الصداع ولا فيها الخطر كتشكل خطر خرجوه برا، منها شوفوا الا كان بالغاز، ومنها ماكينه الصابون فاش كتكون خدامه كتسمع داك الضوضاء ديالها في الدار، فضل هذا المقاول انه يخرجها برا على هادشي باش كدير لانستالاسيون برا. اما بالنسبه للامور اللي هي ضروريه فهي كلها عندك الداخل في المطبخ. بالنسبه للغسال ديال الاواني ديال البليصه ديالها، بالنسبه كاين الفورم وكاين كما قلت الشفاط اللي هو لاوط، وعندنا الفورم اللي هو لابلاك. نكملوا الزياره ديالنا، حنا غاديين كنوقع عندنا هذا الديكور هذا الرائع اللي كيتحسب نقطه كيسجلها هذا المقاول. اول مره كنشاهدها، بالنسبه ليا اول مره كنشوف بحال هذا البانو دايرو بالليد اللي هو بانو التلفاز. كنقول لكم كنعاود اعزائي المشاهدين، اليوم كنتواجد في عماره صغيره R+2، ماشي تاع عماره نقدر نقول عليها دار،
الدار اللي كتكون طابق ارضي والطابق الاول والطابق الثاني. بالنسبه للطابق الاول والثاني في الثمن ديالهم هو 508000 درهم، 58 مليون وثمن اللي هو منافس مقارنه مع الديكورات اللي مطروحه، مقارنه مع المقيم، مقارنه مع بزاف ديال الاشياء اللي كتشوفوا معايا اليوم تحطات بالصح فينيسيون اللي كتحسب لهذا المقاول. اما بالنسبه هناك الطابق الارضي، الطابق الارضي داير 50 مليون تقريبا، نفس لا فينيسيون ونفس الديكور وتقريبا نفس الصاله، كاين هناك واحد التغيير اللي هو بسيط. اجيو نكملوا باش نشوفوا الديكورات اللي حط. مثلا حطنا هنا هاد الرفوف بهاد، ما هي الا ديكورات، ما هي الا ديكورات اللي كتزيد جمال الشقه ديالك. وتانتوما اعزائي المشاهدين كنكررها، كان عندك شي عقار بغيتي البيع ديالو عبر قناه ديال اف ال ولا مع طريق ولا عبر الوكاله العقاريه اف ال، فانا راح الخدمه. اما بالنسبه للمساحه فهي كتحس المساحه اللي هي عندك مفتوحه في هذا العقار، مساحه كبيره، صالون مع سيجور، ارضيه اللي هي شبه رخاميه ولا عندك ديك الايحاءات وكانك كتمشى في هذيك الخطوطه ولا ديك الرماش كما كيسميوه الناس واهل الاختصاص. وعلى ذكر اهل الاختصاص، من الناس ديال الضو، من الناس ديال البني، من الناس ديال الصباغه، من الناس ديال القبس، كنحييكم كنقول لكم لقد ابدعتوا. وبصح المستوى، بصح مدينه مكناس كيعرف غير واحد التطور هو كبير، ومن هنا كنحيي جميع الحرفيين سواء مدينه مكناس ولا جميع المغاربه، جميع الحرفيين المغاربه اينما كنتم احييكم واقدم لكم التقدير والشكر، لان عارف العناء اللي كيدوز من الانسان باش كيحط لوحات فنيه من هذا النوع، راه ماشي شي حاجه اللي هي بسيطه باش انك تصبغ بواحد الطريقه اللي فنيه، باش انك تزلج بواحد الطريقه اللي كتكون ممتازه، باش تقبص ولا باش تحط واحد الاناره وواحد الضوء اللي يكون مثالي. هذا الشيء كله ما كيصب الا في صالح ديال المشتري، السيد اللي غادي يشري العقار راه كيبغي كما قلت في الاول يحط فلوسه ويشوف فلوسو قدامو، فاش يجلس مثلا بحال هاد الصالون هذا ويجي لهاد الزاوية هادي كما كتشاهدو معايا، يعرف بأن راه حط فلوساتو في حاجة اللي تستاهل ولا لا. انتوما شوفو معايا غير المنظر كي داير من هنا من هاد الزاوية هادي، شوف معايا صالون خفيف، كولورات خفاف، بلاصة ديال ما شاء الله الكريم الرحيم، ماشي إطراء، لكن فاش كيكون شيء اللي هو ممتاز بدون مبالغة، بدون مبالغة وكررها يستاهل. هضرنا دابا على الثمن، قلنا ب 508000 درهم. اما بالنسبه للمساحه الاجماليه ديال هذا العقار فهي 500، المساحه الاجماليه فهي 110 متر مربع. واخا اجيو نكملوا دابا الزياره ديالنا، دابا وصلت للبلاصه فين كاينين الغرف ولا الغرفه ديال النوم. حنا غادي الغرفه ديال النوم كنلقاو هذا لافابو هذا اللي هو صغير، حوايج له مزيد، ما هادشي ما كيزيدك الا قيمه في العقار ديالك، بصح يزيد قيمه في العقار. بالنسبه للحمام، ندخلوا للحمام، هنا الدوش، ها انتما الدوشات ديال الحمام كيفاش دايره، داكشي ديال السكن الفاخر، ولكن هنا اليوم كيتجلى لنا في شقه من السكن المتوسط في البلوس 2 في اخ بلوس 2. بالنسبه للدوش، بالنسبه للعلاقه معطيه، بالنسبه للدوش كاين، بالنسبه للطهاره كاينه، هي هذيك عندها كلشي محطوط في بلاصتو، ميم هادو ديال بابيجينيك، كلشي كاين بلاصتو. وكاين كيما قلت عندنا الفوق في السقف ديال الحمام كينزلليش، حوايج اللي ما كيخليوش كيكحل. راه بزاف ديال الناس فاش كنهضر راه عايشين هاد الواقع، انه مثلا عنده السقف ديالو مثلا مصاوب غير بالقبس ولا مصاوب بالصباغه راه تيكحل مع الوقت. من هنا ردوا البال هاد المسائل هادو. عندنا الفوق كاين بيت ديال الخزين ولا ديك الطباعه، وهنا الباب هذه هي اللي كتفصل، عندي هذا الباب هذه بهذا الخشب هذا الزوين والرائع، هي اللي كتفصلنا بيت الناس على باقي ديال الغرف. بيت الناس وحنا داخلين عليه تلقاو بان فيه كذلك هو الحمام ديالو والدوش والطواليت ديالو بليزانستالاسيون كما هضرت عليهم دابا عاد كي لا اكرر واطيل عليكم. هنا عندي بيت الناس والغرفه ديال الوالدين، الغرفه ديال الوالدين هذا هو الراس الناموسي ديالها، فيها البلاكا اللي هو جاهز، فيه لي زيتاج ديالو مقسم مقسمينو، دايرين فيه لي تيروار ديالو، دايرين فيه كل شيء كل ما يلزم. اما بالنسبه للديكورات ف
فديكورات اللي هي حديثه وديكورات اللي هي ممتازه ولا تتماشى عفوا مع متطلبات العصر ديالنا. الانسان تيبغي كنعاودها كيبغي فاش يدخل الشقه ديالو يحس بانها راه مختلفه على شقق اخرى شاهدها في السوق، وهذا اللي ولينا كنلاحظوه مؤخرا في سوق ديال العقار بمدينه مكناس، وان شاء الله حتى في مدن اخرى راه حتى هو كنلاحظوا هذا التجاوب مع متطلبات ديال الزبائن، انهم تكون عنده شقه ديالو اللي حصريه عنده هو، ما كيبغيش يدخل بلاصه اخرى ويلقى نفس المثال في الديكور ونفس المثال في 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 الاشياء مثلا في الصباغه او في الخشب او ما ذلك. عندي هنا الغرفه رقم 2، الغرفه الثانيه، الغرفه الثانيه هي دايرين فيها التريه ديالها الصباغه ديال بلاتينيا، وبالنسبه للارضيه عندها داك الايحاءات وكانك كتمشى على الرخام. بالنسبه للخشب حتى هو خشب اللي هو ممتاز، وكتكون الغرفه الثالثه، غرف اللي ممتازه جدا، غرف اللي كل وحده ما كتشبه الاخرى. غرف مثلا شوف معايا بالنسبه للسقف ديال هذا العقار ديال هذه الغرفه هذه اللي هو مثالي، ديكورات ممتازه، ديكورات جميله. هذا هو العقار ديال اليوم اعزائي المشاهدين، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وينال الاعجاب ديالكم. كنقول لكم وصفت كل شيء، كنتمنى ما نكونش نسيت حتى شي حاجه، ولكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقارات مقبله ان شاء الله مع طريق وشي لوحات فنيه وخليط من مواد البناء والديكور باش يعطينا شي لوحه فنيه بحال هذه. ولكم مع السلامه، الى اللقاء.